بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار تأخر الحمل. هنكمل النهاردة موضوع بدأناه من 5 حلقات، وهو دواعي الحقن المجهري، يعني إمتى الحالة تقول المشكلة اللي عندي محتاجة حقن مجهري. اتكلمنا عن مشاكل اتكلمنا عنها في الحلقات السابقة، عن مشاكل خاصة بالسائل المنوي، عن مشاكل خاصة بقناتي فالوب الأنابيب، اتكلمنا عن مشاكل خاصة بفترة الزواج، قلنا لو فترة الزواج طولت عن 3 سنين ونص حتى لو مفيش مشاكل ده داعي من دواعي الحقن المجهري. النهاردة هنتكلم عن مشكلة جديدة من مشاكل التي تستوجب التدخل الطبي، وهي مشاكل المبايض. كنا قبل كده اتكلمنا عن حاجة اسمها مربع الخصوبة، قلنا ان في 4 اركان لازم يكونوا بصوره جيده عشان يحصل حمل بصوره طبيعيه. قلنا ان لازم يكون الرحم كويس، الانابيب كويسه، السائل المنوي كويس، واتكلمنا كمان قلنا والمبايض كويسه. فدول مربع، المبايض والانابيب والرحم والسائل المنوي. من اهم الاركان في المربع دوت هو المبايض. المبايض عشان نبقى فاهمين الدنيا بالظبط، كل واحده ست مبيضها بتتولد بيه عندها مخزون من المبيض بيقضيها فترة خصوبتها. المخزون ده على مدار السن بيتناقص، كل شهر بيخرج منه مجموعة من البويضات، بتكبر منه واحدة، الواحدة دي تكون البويضة الشهرية بتاعتها اللي ممكن يحصل عليها حمل بصورة طبيعية. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للمبيض دوت وممكن شوية تضعف خصوبته أو تأخر حدوث الحمل؟ في مجموعة من المشاكل. هنبتدي النهاردة بأول مشكلة منها، وهي مشكلة تكيس المبيض. وفي الحلقات الجايه هنتكلم عن مشاكل بطانة الرحم المهاجره، وعن الاكياس الاخرى، وعن مشاكل فشل المبكر للتبويض، لكن النهارده هنتكلم عن اولى المشاكل وهي مشكله تكيس المبيض. مشكله تكيس المبيض دي من اكثر المشاكل شيوعا، وهتتفاجئوا لما تعرفوا انها اصلا مش ما تصنفش من ضمن الامراض الطبيه. يعني ايه؟ يعني التكيس ده شكل من اشكال المبيض، وضع من اوضاع المبيض هي بتبقى مولوده بيه. في الغالب بيبقى عند والدتها وعند ستها، في الغالب بيبقى له عامل وراثي بشكل كبير، قد تختلف الدرجات، يعني ممكن تبقى عند والدتها بدرجة أقل، عندها بدرجة أشد، عند أختها بدرجة أعلى منها. المهم إن له عامل وراثي بيبقى موجود في بنات العيلة زي ما بيقولوا، يعني ممكن تبقى مع أختها ومع ستها ومع والدتها. والدليل إن هو ما بيمنعش الحمل إن والدتها أنجبتها. معنى كده إن التكيس في حد ذاته كمرض ما يمنعش حدوث الحمل. أمال التكيس بيأذي في إيه أو يضر في إيه؟ عشان نعرف التكيس يأذي في إيه أو يضر في إيه، لازم نعرف الأول معلومات هامة عن التكيس. أول حاجة نسبة شيوعه. ربع الستات على مستوى العالم عندهم درجة من درجات التكيس، وبتزيد النسب كمان في مجتمعات الشرق الأوسط. يعني عندنا في مصر المجتمعات العربية النسب بتزيد عن 25%، ده راجع لنسبة السمنة العالية عندنا في المجتمعات بتاعتنا. طيب اللي عندها تكيس دي عندها مشكلة ولا ما عندهاش؟ تحمل ولا ما تحملش؟ لا، ما نقدرش نصنفها انها من ضمن المشاكل التي تؤخر او تمنع حدوث الحمل، تصنف ضعف خصوبه. يعني في فرق بين مصطلحين طبيين، انفيرتيليتي يعني انعدام او عقم او تاخر حمل، وفي فرق بين سب فيرتيليتي اللي هو خصوبه ضعيفه شويه. طب اللي عندها مشكله، اللي عندها مشكله التكيس، هل كلهم بيستووا؟ يعني اي واحده عندها تكيس كلهم في كفه واحده؟ لا طبعا. التكيس عباره عن 4 أو 5 درجات. بنقيم وضع التكيس او درجة التكيس على حسب شكل المبيض بالسونار، حدة او شكل عدد الاكياس اللي شايفينها بالسونار وعدينها. في حالات بنبص عليها بالسونار بنقول درجة التكيس شديدة جدا، في حالات تانية بتبقى اقل في درجة التكيس. الحاجة التانية اللي بنقدر نقيم بيها درجة التكيس هو عدم او الخلل الهرموني. يعني من اهم الاشياء اللي نقدر نقيم بيها وضع التكيس هو هل التكيس ده عامل لنا خلل في الهرمونات، عدم انتظام في هرمون ال LH وال FSH، ولا الهرمونات بتاعتها سليمه؟ لان الدنيا تختلف. لو الهرمونات بتاعتها مظبوطه وشايفين بالسونار صوره المبيض متكيس من درجه اولى او حتى درجه ثانيه، بيعتبر الحاله دي ما عندهاش مشكله خالص. يعني حتى لو احنا شخصنا بالسونار ان الحاله دي عندها تكيس وبصينا عملنا التحاليل بتاعت ال FSH وال LH وطلعوا مظبوطين ودورتها منتظمه وبتيجي كل شهر في ميعادها، الحالة دي ما يعتبرش عندها مشكلة حقيقية، وتعتبر التبويض عندها ودرجة الخصوبة بتاعتها قريبة جدا للحالة اللي ما عندهاش تكيس. طيب هو الهرمونات المفروض تطلع شكلها ازاي؟ المفروض ان احنا لما بنعمل ال LH ده ما بنعملوش لوحده، بنعمله مع ال FSH، يعني نعمل الاثنين مع بعض. ال FSH وال LH المفترض الطبيعي عند اي واحدة ان ال LH ده يطلع نص ال FSH، يعني لو ال FSH طالع 8 ال LH يطلع 4 يطلع 5.
طيب مسموح له يزيد بقد ايه؟ مسموح له ممكن يزيد لغايه ما يبقى زيه زي الاف اس اتش، يعني لو ده طلع 7 وده 7 يعني مش مظبوط قوي لكن مقبول. الغير مسموح على الاطلاق لو ال اتش طلع اعلى من الاف اس اتش، في الحاله دي بنقول ان التكيس ملخبط لها شويه في هرمونات التبويض، وده بالتالي هيعمل لها عدم انتظام في التبويض، يعني ممكن شهر يبقى عندها تبويض وشهر لا، شهرين عندها وشهر لا، شهرين ما عندهاش وشهر عندها. ده بقى المعدلات المختلفة لحالات التكيس، بس في أسوأ الحالات هتلاقي عندها شهر من الشهور فيه تبويض. بيأثر على حاجة كمان، بيأثر على جودة البويضة الخارجة. يعني مشكلة التكيس ان هو زي ما قلت لكم بيخلي الواحدة ممكن مش كل شهر عندها تبويض بنفس الصورة، يعني ممكن شهر عندها وشهر لا، شهرين وشهر، بشور مختلفة، وفي حالات بيبقى 5 شهور ما عندهاش وشهر عندها، فدي كلها صور مختلفة من التبويض. الحاجة التانية اللي بتأثر فيها هو كفاءة البويضة الخارجة. كل ده بنقدر ان احنا بسهولة جدا نتعامل معاه من واقع الهرمونات، يعني لو حالة ظبطنا لها هرموناتها بنقدر نقول ان احنا وصلناها ان على الاقل يبقى لما بتخرج بويضة بتخرج بويضة جيدة بجودة عالية، لان اي حالة عندها تكيس لو انت اديتها تنشيط من غير ما تظبط لها هرمونات هتطلع تبويض، بس للاسف جوده البويضات اللي هتبقى خارجه منها جوده ضعيفه جدا، ما عندهاش مقدره على احداث حمل. فقبل، ودي نصيحه للاطباء قبل المرضى، قبل ما تدي تنشيط لحاله التكيس ظبط لها هرموناتها الاول، يعني ما يجيبش ان انت تدي تنشيط وتساعدها ان يحصل تبويض من غير ما تظبط لها هرموناتها، لانك هتطلع بويضات بجوده ضعيفه جدا وهتبقى فرصه الحمل عليها برضو ضعيفه جدا جدا. طيب التكيس له اعراض، يعني امتى الحاله تشك ان عندها تكيس؟ اول عرض من اعراض التكيس هو عدم انتظام في الدوره الشهريه لفترات طويله، يعني تقول لك من وانا بنت دورتي بتغيب بالثلاث اربع شهور والخمس شهور. العرض الثاني هو الشعر بتاع ممكن يظهر لها شعر بصوره ازيد شويه، يعني ممكن هي طبعا في حالات كده كده بطبيعتها مشعره، لكن بنتكلم على الحالات اللي عندها شعر ازيد في مناطق منتصف الجسد، يعني في بين الثديين على الوش شويه، في منطقه حوالين الفم ديت، المناطق ديت ممكن لو زاد فيها نسبه الشعر او عن المعدل الطبيعي مع عدم انتظام في الدوره بنقول ان الحاله ديت في الغالب عندها نسبه تكيس. الحاجه الثانيه هو عدم انتظام في توزيع الدهون في الجسم، دي من ضمن برضو الاعراض اللي ممكن تشككنا في الحاله ان عندها تكيس. الدكتور اللي بيبقى عنده خبره كبيرة جدا في الشغل او اشتغل حالات كتيرة بالشكل ده بيقدر يعرف الحالة عندها تكيس ممكن وهي داخلة من باب العيادة، يعني وهي داخلة كده مجرد ما تبص عليها بيبقى عارف ان الحالة دي في الغالب عندها تكيس. طبعا الاكيد في التشخيص زي ما قلنا السونار ومصاحب للتحليل، يعني عشان نأكد ونشخص ان الحالة دي عندها تكيس او ما عندهاش لازم الحاجتين مع بعض. السونار يقول لنا شكل المبيض بيبقى واضح جدا ان المبيض ده فيه درجه من درجات التكيس، وتشخيصه سهل جدا بالسونار، يعني مش محتاج مهارات عاليه، يعني في حاجات تانية من مشاكل المبيض بتحتاج مهارات السونار تكون عند الطبيب عاليه جدا عشان يقدر يشخصها. يعني احيانا بتيجي الحاله للدكتور بتجي لنا مثلا حاله نيجي نعمل لها سونار نقول لها انا عندك المشكله الفلانيه، تقول لك انت اول حد يقول لي الكلام ده كله. بتبقى في بعض المشاكل ممكن، لكن مش مشكله التكيس. التكيس المفترض ان اي طبيب عنده حد ادنى من مهارات السونار هيبص على الحاله هيعرف اذا كان عندها نسبه تكيس ولا لا. الحاجه الثانيه بتاكد طبعا التشخيص بتاعك ده بتحليلات الهرمونات، هنعمل اف اس اتش وال اتش ده تاني يوم الدوره، لو تلاقينا في ارتفاع في هرمون ال اتش عن هرمون الاف اس اتش ده كده بيؤكد ان الحاله دي عندها نسبة تكيس، مش كده وبس، وكمان التكيس عمل خلل هرموني ومأثر لها على جودة البويضات الخارجة، فلازم تظبط لها الهرمون بتاعها قبل ما تبتدي تديها تنشيط. طب امال ليه الدكاترة ما بتعملش كده؟ الدكاترة قد لا تلجأ لتظبيط الهرمون بتاع التكيس قبل التنشيط لأن علاجه في حبوب منع الحمل، فبيبقى الدكتور أحيانا في دكاترة يبقى صعب عليه يقول للحالة وهي مثلا جياله عشان تحمل يقول انا هديكي شهرين حبوب منع الحمل قبل ما ادي تنشيط. بيبقى صعب الكلام ده ممكن للدكتور يقوله للمريض، بس ده الصح وده لازم يتعمل، ولازم الدكتور يبقى عنده جراءه ويشرح الحاله ويقول لها ايه الفايده اللي هترجع عليها من الدواء ده، زائد ادويه اخرى زي خلاص المرضى بقت حافظاها خلاص يدوفاج ومجموعه فيتامينات بتزود من كفاءه البويضات وكفاءه التبويض عندها وكفاءه البويضات الخارجه عندها. طيب نرجع للسؤال الاولاني، هل التكيس يمنع الحمل؟ لا،
ازاي مع كل الكلام اللي انا بقوله ده؟ لان زي ما قلت لكم التكيس في اشد درجاته ممكن، احنا قلنا في كذا درجه من درجات التكيس، في تكيس وعندها تبويض كل شهر دي ما عندهاش مشكله لان هرموناتها مظبوطه، في تكيس وعندها تبويض شهر وشهر او شهر وشهرين. طيب الشهر اللي عندها تبويض عندها فرص حمل كويسه جدا، بشرط ان الزوج يبقى السائل المنوي بتاعه سليم 100%. يعني ايه؟ يعني هنبقى الحاله جايه لك بقالها سنتين ثلاثه مفيش حمل، وتيجي تعمل لها سونار ما تلاقيش الا تكيس فقط، يعني ما بيض بقيه المشاكل كلها، الرحم كويس، انابيب، عملت اشعه مصابه كويسه، هرمونات كويسه، كل حاجه كويسه، مفيش الا مشكله التكيس، وبقى لهم سنتين ما بيحصلش حمل. الحاله دي اكيد 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 في مشكله في السائل المنوي غير مشخصه، لان احنا عندنا شويه مشاكل شويه في مصر في امكانيات معامل السائل المنوي، فقعد الراجل عمل تحليل او اتنين وطلعوا كويسين وخلاص واكتفى بكده. فالحاله دي لما يجي لنا حاله عندها تكيس فقط وبقى لها سنتين ما بيحصلش حمل، بنعمل لها للزوج تحليل سائل المنوي بامكانيات اعلى شويه، بنكتشف ان في مشكله في السائل المنوي. بس مشكله السائل المنوي بنفس الصوره لوحدها ما تمنعش حمل، بس مع حاله تكيس تمنع تاخر حمل. يعني احيانا في بعض المشاكل واتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت لوحدها ما تمنعش حمل، التكيس لوحده ما يمنعش حمل، التكيس زائد ضعف في الحركه شويه يمنع الحمل، التكيس زائد ضعف شويه في العدد ياخر الحمل. هيحصل بس هيحتاج فترات طويله، لان لازم زي ما قلنا الزوجه عندها تكيس ديت ما عندهاش تبويض منتظم كل شهر، ما عندهاش بويضه كويسه كل شهر، فالشهر اللي هتكون كويسه فيه لو الزوج كل شهر كويس، الشهر كل شهر الزوج السائل المنوي بتاعه كل شهر كويس، فالشهر اللي يحصل عندها تبويض بشكل كويس هيحصل فيه حمل. لكن لو الزوج كمان هو متفاوت شهر كويس وشهر مش كويس، يبقى عشان يحصل فرصه حدوث حمل لازم يتوافق في شهر هما الاثنين كويسين، فممكن الوقت بيطول معانا شويه والفرصه بتبقى موجوده لكن بتحتاج وقت اطول شويه. معانا اول اتصال النهارده. السلام عليكم. اتفضلي يا حنان. يا دكتور انا لي 4 سنين ما لسه ما خلفتش. اي فندم. ولي 4 شهور وهي الدوره بتجيني قليله جدا جدا يعني. الدوره بتيجي لك كميتها قليله. جدا. طيب وقلتي لي بقالك 4 سنين متجوزه، عملتي اكيد فحوصات. احكي قولي عملتي ايه؟ عملت شعب الصبغة والدكتور قال لي كويسه، وعملت تحاليل بس كان تحليل اللبن عالي شويه. طب الاشعه بالصبغه طلع كويسه؟ وتحليل السائل المنوي بتاع الزوج اخباره ايه؟ لا كان عنده ضعف في العدد وضعف في الحركه وبياخد علاج. طيب هرد على اتصالك يا حنان. طبعا حنان عندها اكتر من سبب يخلينا نلجا لوسيله تساعدنا. ان السبب الاولاني بقى لهم 4 سنين، 4 سنين ونص، احنا اتكلمنا في اول حلقه قلنا يا جماعه حتى لو ما فيش اسباب، حتى لو ما فيش اسباب طالما عدينا 3 سنين ده داعي للالتجاء لوسيله تساعدنا. ماشي؟ طالما عدينا 3 سنين، لان ال3 سنين دولت فيهم 36 محاوله، 36 فرصه، طالما ما حصلش فيهم حمل يبقى نلجا على طول لوسيله تساعدنا. ما ينفعش ان احنا نقعد نكرر للمره 37 و38. ف4 سنين ونص ده فتره كافيه جدا من الانتظار، رقم واحد. رقم اتنين، السائل المنوي فيه مشكله، واكيد طبعا جوزك عمال يلف على كذا ذكوره وكل دكتور يديله علاج 3 شهور ويعيد التحليل 3 شهور ويعيد التحليل. يا جماعه لغايه وقتنا دلوقتي، لغايه شهر مارس 2014 مفيش حاجه في الطب اسمها علاج يحسن من عدد او حركه السائل المنوي، مفيش. حتى يومنا هذا في قصور على مستوى العالم كله في العلاجات، في الابحاث التي تحسن من وضع السائل المنوي. اما العلاجات دي بتاخد ايه؟ العلاجات دي كلها اسمها علاجات تجريبيه، عباره عن مجموعه فيتامينات، شويه هرمونات قد تحسن نسبه ضعيفه جدا جدا من الحالات لا تزيد عن 3-4%. وحتى التحسن ده بقى مشكوك في امره، ان الحالات ديت لو كانتش خدت علاج كان ممكن تتحسن لوحدها. والحالات بتخدع ان التحليل بتاعها بيفضل طالع ونازل، فتتصور ان حصل لها نوع من انواع التحسن. هو لو بقول لاي حاله خدت علاج وعمل تحليل سائل منوي وتلاقي التحليل بتاع السائل المنوي بتاعه اتحسن وتصور انه اتحسن بسبب العلاج، بقول له لو سمحت بعد اسبوع روح عيده تاني، بعد اسبوع او اسبوعين وروح عيده تاني، هتلاقي رجع للرقم القديم. هو اي سائل منوي بياخد تذبذب صعودا ونزولا. فطبعا النصيحه لحضرتك يا مدام حنان هو اللجوء للحقن المجهري عشان يساعدك، او الوسيله لخصال المساعده. معانا اتصال تاني. مدام هالة. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا هالة. من فضلك يا دكتور، انت كنت بتتكلم دلوقتي على حالة التكيس، يعني تقريبا انت بتشرح حالتي بالظبط. انا متجوزة بقالي 4 سنين وعندي تكيس على الموبايل. اتفضلي.
جوزي عمل تحليلين في اول الجواز في معامل عاديه كان كويس. فانا قلت المشكله عندي انا، بقيت اخد منشطات وما يحصلش حمل، خدت كميه منشطات فظيعه وانا وزني مش عارفه اقلله خالص يعني. طيب فدلوقتي جوزي عمل التحليل بتاعه في معمل خصوبه، طلع نسبه التشوهات عنده 80%. فانا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، الدوره طبعا شهر تيجي. والحركه اخبارها ايه يا هاله؟ ايه الحركه اخبارها ايه؟ الحركة هي كويسة بس قالوا نسبة التشوهات عالية. الحركة السريعة كويسة؟ اه. طيب انت عندك كم سنة يا هالة؟ انا ايه؟ عندك كم سنة؟ انا عندي 28 سنة. ومتجوزين بقالكم اربع سنين؟ جوزي عنده 32 سنة. ومتجوزين بقالكم كم سنة؟ بقالي كملت اربع سنين خلاص. كملتي اربع سنين. طيب. هرد عليك يا هالة، شكرا لاتصالك. هالة مثال حي، هي نفسها بتقول يعني زي الحل، زي الوصف اللي انت كنت بتوصفه. تكيس لوحده ما يمنعش حمل، تكيس لوحده ما يمنعش حمل. الدكتور اللي يجي لك، الدكتور لما بيجي له مفروض اللي فاهم في الخصوبه، فاهم في علم الخصوبه، وتجي له حاله تكيس بقى لها سنتين ثلاثه ما بيحصلش حمل، وكل اللي جالك بيه كتشخيص او كسونار تكيس فقط، احلف ان في مشكله في السائل المنوي. وعيد التحليل في مكان كويس، حتى لو هو جايب لك ثلاث اربع تحليلات ان النتيجه بتاعتهم طبيعيه، لا عيده له في مركز خصوبة، عدهوله بإمكانيات أعلى شوية، هتطلع مشكلة في السائل المنوي. عشان كده ما بيحصلش اتفاق بين الزوج والزوجة في شهر من الشهور نكون كويسين مع بعض فيحصل حمل. طب الحالات ديت، الحالات دي لو عدى عليهم ثلاث سنين، لو خد التنشيط أكتر من ست مرات، دول الشروط حقن مجهري. يعني لو عدينا ثلاث سنين أو خدنا تنشيط أكتر من ست مرات حقن مجهري. وعلى العكس، وعلى العكس، يعني أنا على طول بقول الحاجة وعكسها. مهما يكون في مشكلة في عدد، في حركه، في تكيس، في اندوميتريوزس، في اي مشكله وما عداش سنه على الجواز، ممنوع تعمله حقن مجهري. شوف انا بقول لك اللي يعدي 3 4 سنين يعمل حقن مجهري، والحالات اللي بتجري وبتتسرع واول 6 شهور تجري فتكتشف ان ده مشكله فتقول لك خلاص انا مش هحمل طبيعي انا عاوز حقن مجهري، غلط برضو. يعني ده برضو صوره من صور التسرع، المفروض تاخد، لان في جميع المشاكل شفنا حالات بيحصل لها حمل بصوره طبيعيه. يعني العدد، شفنا حالات بعدد 5 مليون و6 مليون و3 مليون حتى، وحصل لهم حمل بصوره طبيعيه في اول سنه. فاي حاله، يعني انت لو عملت الحاله تحليل سائل منوي وتلاقيت في عنده مشكله، سيبه سنه. لو ما حصلش يا سيدي يبقى في كلام تاني. لو عملت الحاله سونار وطلع عندها تكيس اندوميتروز وات ايفر اللي عندها، سيبها برده سنه. ما حصلش حمل يبقى لينا كلام تاني. فزي ما بنقول، لو حصل، لو الحاله عندها مشكله في اول سنه ما نعملش حاجه، برده لو عدى ثلاث سنين، لو عدى ثلاث سنين فما اكثر وما حصلش حمل، يبقى اللجوء لوسيله تساعدنا لاحداث الحمل باذن الله. مع اتصال تاني. استاذ عادل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضل يا عادل. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك. حضرتك بالنسبه للمدام طبعا كانت عامله حقن مجهري. اي فن. كنت انت عامل لها يعني الايمج بتاع سامه كده. اي فن. فطبعا سقطت على ست شهور. تفضل. لا ما شاء الله. وهي عندها السكر طبعا. فحضرتك جربنا المحاوله تاني. والحمد لله يعني في حمل تمام. طب الحمد لله. فحضرتك هي في الشهر الثاني دلوقتي، فنزل عليها جني. المدام اسمها ايه؟ اسمها انتسال احمد طه. مدام ابتسام. اه. فحضرتك لما نزل عليها الدم اتصلنا بالمستشفى حضرتك اللي متابعين فيها. طبعا انا مش هقول اسم المستشفى عشان خاطر الدعايه وبتاع. ماشي. فطبعا حضرتك عايزين لازم تيجي دلوقتي. الكلام ده كان اول امبارح. اه. ورحنا حضرتك طبعا كان نازل عليها دم كتير وبتاع. عملوا لها حضرتك سونار. فاتلاقوا العطار عايز لك الاجنه كويسه وكل حاجه. فبس ما عرفناش برضو ايه سبب نزول الدم ده. طيب هرد عليك يا عادل، شكرا لاتصالك. عادل مراته عملت حقن مجهري من فتره وربنا كرمها بالحمل وحصل سقط في الشهر السادس، ودلوقتي في حمل تاني، ودلوقتي في اول شهور الحمل ونزل عليها دم. بقول له ما تقلقش وطمن، لان هو حالات اللي بتبقى في اول شهور الحمل لغايه الاسبوع ال 12 ال 13 في حالات الحقن المجهري بالذات، نتيجه ادويه التثبيت العاليه اللي بنديها ونتيجه ادويه السيوله العاليه اللي بنديها، بيبقى في حالات عرضه ان ينزل لها نقط دم او شويه دم اثناء الفتره الاولانيه دي. طب هو اي حاله تنزل لها عليها دم هنقول ان عندها مشكله؟ لا،
الحكم بالسونار. يعني عشان كده اول حاجه السونار رقم واحد، لو الاجنه كويسه بالسونار خلاص احنا مطمنين، هنوقف الدم، هندي علاج هرموني، هندي ادويه توقف الدم وخلاص. لكن لو السونار فيه مشكله في الاجنه يبقى دي فعلا ممكن تبقى بوادر صعب. فمش قال لي مش اي حاله ينزل عليها دم هنبقى قلقانين، حاله ينزل عليها دم هنعملها سونار، السونار بتاعها كويس هنطمنها الدنيا كويسه، هنديها ادويه توقف الدم. الاجنه بتاعتها او الحمل بتاعها ضعيف بالسونار، ده كلام تاني بقى، يبقى الدم ده بدايات اجهاض منزل. ماشي، فانت اطمن زوجتك ان شاء الله حملها يكمل والدنيا تمشي معاها كويس ان شاء الله. معانا اتصال تاني. طب للاسف اتصال اتقطع. طيب معانا مدام ايمان، اتفضلي يا مدام ايمان. اتفضلي يا ايمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا عامله منظار من شهرين، من شهر ونص كده. ايوه يا فندم. واخد دوره جات لي يوم 14/3 ونزل عليا دم من ساعتها، يعني النهارده اليوم ال 12 ولسه نازل عليا دم، فمش عارفه المنظار بقى سبب ولا ايه. طيب انت عملتي المنظار ليه؟ عشان انا سقطت 3 مرات قبل كده وعندي حاجز في الرحم. عندك حاجز في الرحم، شلت الحاجز؟ شلت الحاجز. طيب ومن بتقولي نازل عليكي دم بعد المنظار؟ نزل الدورة بقت تيجي كتير، يعني تقعد 10 ايام من النهارده اليوم ال 12 ولسه بنزل دم. طيب انت عامله المنظار، تاريخ المنظار امتى؟ تاريخ المنظار يوم 1/2. 1/2. طيب هرد عليك يا ايمان، شكرا صالح. المهم يعني اهم موضوع الدم يا ايمان، يعني الدم ده ما تلاقيش منه، ده بالسونار هيتعرف سبب الدم وبرضه هنقدر نوقفه او نديله علاج يوقفه او اي دكتور حتى هيبص عليك يقدر يعمل. بس الاهم من كده في معلومه مهمه جدا عاوز اقولها لك. استئصال الحاجز الرحمي بالمنظار الرحمي دي عمليه ذات مهارات خاصه. يعني ايه؟ يعني معدودين على الصوابع اللي يقدروا يشيلوها من اول مره بكفاءه عاليه، عشان ما تتخدعيش ان انت ومش يعني ان انت شلتيه وتمشي في نفس المشوار وتكتشفي ان الحاجز ما زال موجود. يفضل في حاله زي حضرتك، يفضل وده مكتوب في الكتب، ان انت بعد دي تعتبر عمليه كبيره، عمليه منظار كبيره، بعد شهرين من العمليه بيتعمل منظار تاني زي الاولاني للاطمئنان ان الحاجز اتشال بشكل كامل وان ملوش بواقي. ده مهم جدا تبقي عارفاه، مهم جدا ان يتعمل لك منظار تاني بعدها بشهرين للاطمئنان. لان زي ما قلت يعني طبعا ما اقدرش اسالك مين اللي عمل لك العمليه، لكن احنا عارفين ان احنا العمليه دي اسامي معدوده في مصر اللي تقدر تعمل العمليه دي بمهاره عاليه وتقدر تشيله فعلا بشكل صحيح، لكن اغلبيه الاطباء مع احترامنا ليهم واستشاريين مناظير ما بيقدروش، لان العمليه دي محتاجه مهارات خاصه شويه، مهارات عاليه شويه. فعشان كده بقول لك رجاء اطمني بعد شهرين واعملي منظار تاني. مع اتصال تاني. الو مدام نورهان، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا نورهان متجوزه بقالي 9 شهور ولسه دكتور ما حصلش حمل لحد دلوقتي. بس جوزي ما عملش تحليل، وانا رحت كشفت عند كذا من دكتور ودكتوره قالوا لي عندك المبايض كويسه والرحم كويس، بس انا نفسي افهم. يعني انت بتقولي جوزك ما عملش تحليل؟ طب ما انت عشان نفهم لازم جوزك يعمل تحليل يا نورهان. طيب ماشي، شكرا اتصالك. طبعا طيب يعني انا بستغرب ان يعني المفروض اول حاجه نبتدي بيها السائل المنوي. السائل المنوي دوت تحليل واحد هيبين لنا كل مشاكل النص التاني، يعني الزوج ده نص المشاكل والزوجه نص التاني، فتحليل واحد هيبين لنا الوضع بالنسبه للزوج. لكن الزوجه عشان نقدر نقيم الوضع كامل ده احنا محتاجين هرمونات وسونار واشعه، يعني ما يعني الزوج ده تحليل واحد هيعمله هيبين الصوره كامله. طيب معانا اتصال تاني. طيب الاتصال اتقطع معانا. طيب نرجع نكمل كلامنا عن التكيس، وهنخش دلوقتي نتكلم في نقطه مهمه جدا، هل علاج التكيس المنظار؟ الاجابه على السؤال ده مخيفه جدا. المنظار سلاح ذو حدين، بنخاف جدا 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 احنا كدكاتره خصوبه، الدكاتره المعنيين بالتبويض والاجنه والخصوبه والحمل، لما تجي لك حاله تقول لك انا كان عندي تكيس رحت عملت منظار، بتفضل قلقان لغايه ما تعمل لها سونار. لان التكيس لو اتعمل له كي بالمنظار او تثقيب بالمنظار، لو التثقيب او الكي ده ما اتعملش بشكل سليم وصحيح بيدمر مخزون المبيض. شفنا حالات كتيره جدا في العشرينات في اوائل الثلاثينات ودخلوا في سن ياس مبكر بسبب ان العمليه دي اتعملت لهم بطريقه نوعا ما مش صح.
اللي عمليه اشعه تعمل تقنيتها المفروض ان احنا يا دوبك نلسع المبيض من بره كده 3 أو 4 ساعات خفاف جدا. احيانا الدكتور يخش يقعد يكوي في المبيض ويشيط فيه يمين وشمال يطلع الحاله بعد كام شهر دورتها قطعت ودخلت في سن يأس او حتى بعد سنه سنتين. فالعمليه دي يا جماعه زي ما قلنا سلاح ذو حدين، رجاء دي اخر حاجه نفكر فيها، ولو حتى الدكتور اقترحها او خلاص هتعملوها رجاء يبقى في ناحيه واحده، عشان لو الدكتور ضر مبيض يبقى التاني على الاقل يبقى عندك مبيض سليم. وعلى فكره في دكاتره كتير جدا واسامي كبيره جدا في المناظير، يعني اعرف اسامي ناس من احسن استشاريين المناظير في مصر ويقول لك اخاف اعملها في الناحيتين، مع ان هو ايديه ميزان وذلك يقول لك اخاف اعملها في الناحيتين، اخاف ايدي تخدعني والمس المخزون. فلو حصل كده وعملت كده في ناحيه على الاقل الحاله تبقى عندها مبيض تاني تشتغل بيه. لكن الغريبه في الحالات في الدكاتره اللي ما بقاش عندهم الخبرات الكافيه ويخش على الناحيتين يعمل كي للناحيتين ويدمر لها مخزون مبيضها في الناحيتين، وتيجي بعد كده خلاص واحده بائسه بقى خلاص دخلت في سن يأس وهي لسه في اوائل الثلاثينات في اخر العشرينات. فرجاء يا جماعه العمليه دي عمليه خطيره جدا زي ما اتفقنا، سلاح ذو حدين في منتهى الخطوره، ما يجبش نلجا ليها طول ما في علاج طبي بديل، طول ما نظبط الهرمونات بتاعه الحاله عندها تكيس. وزي ما اتفقنا في اول الحلقه ان التكيس اصلا مش مشكله، التكيس اصلا ما يمنعش الحمل لوحده، لازم يكون في مشكله ثانيه بجوار التكيس لو حملنا متاخر، وكل مشكله عندنا هي مشكله التكيس فقط. معانا اتصال ثاني. اتفضلي يا مدام سهير. الو السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا حاملي 4 شهور. ايوه يا فندم. وعندي تعب جامد في المعده يعني. رحت لكذا دكتور يعني هنا عندنا في اسوان في ادفو. فما فيش يعني اي علاج جاي نتيجه كده. طيب انت المشاكل المعده كانت عندك من قبل الحمل ولا جادت مع الحمل؟ لا مع الحمل. طيب الدكاتره قالوا لك في اي مشكله في جدار المعده ولا قالوا لك ايه؟ لا هو قالوا لي يعني من الحمل بس انا ما فيش علاج يعني جاي بنتيجه، فانا يعني استنى البرنامج بتاعك قلت يمكن تفيدني بحاجه وكده يعني. انا اي حاضر. شكرا لك يا مدام سهير. طبعا علاج مدام سهير طالما وصلنا للمرحله دي فهو علاجها مع دكاتره الجهاز الهضمي، يعني دكتور النساء مش لازم يبقى هو مسيطر على وضع من اوله لاخره، يعني في دكاتره يقول لك لو حاله جالها سكر انا اللي عالج، لو جالها ضغط انا اللي عالج، لو عندها مشاكل انا اللي عالج. لا يا جماعه طالما الموضوع انت تقدر دكتور النساء في امور معينه يتعامل معاه، يعني لو ضغط يتعامل معاه في بداياته، ضغط الحمل طبعا سمو الحمل ده بتاع الدكتور النساء من الف للياء. السكر لو هي سكر حمل ممكن يتعامل معاه، لو عندها سكر قبل كده لا ده مع دكتور البطن بتاعها دكتور السكر بتاعها. وكذلك المشكله عند مدام سهير عندها مشكله في الجهاز الهضمي، ممكن تبقى بوادر تقرح او قرحه خفيفه في جدار المعده عامله لها المشكله دي، او ممكن يبقى عندها التهاب في جدار المعده عامله لها المشكله دي، فدي يجب انها تلجا لدكتور جهاز هضمي او دكتور بطن عشان يتعامل معاها طالما العلاج التقليدي مع اطباء النساء ما جابش نتيجه معاكي. معانا اتصال تاني. اتفضلي يا ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. يا دكتور انا متجوزه بقالي 1.5 سنة دلوقتي. وما حصلش حمل وجوزها عمل تحليل فوراه الدكتور قال له يعني كويس ما فيهوش اي حاجه. وانا كشفت كذا مره برضو الموبايل كويسه والرحم كويس ما فيش حاجه، انا كنت تنصحني بايه؟ دورتك منتظمه يا ايه؟ الو؟ دورتك منتظمه؟ لا هي كانت منتظمة، كانت بتقدم يا دكتور. كانت بتقدم قد ايه؟ يعني كانت بتقدم يومين، كانت مثلا بس كانت بتجيلي 15 في الشهر، تقدم تجيلي يوم 13. دي كده منتظمة يا ايه، عملتي تحليلات هرمونات؟ وبعدين بعد دلوقتي اتأخر. طيب عملتي تحليلات هرمونات يا ايه؟ لا ما عملتش يا دكتور. امال ايه، عملنا كل الفحوصات دي، أول فحص يتعمل. طيب هرد عليك يا ايه. طبعا زي عشان نطمن على حاله ما ينفعش نقول عملنا تحليل سائل منوي زي ما كنا بنتكلم على زوج نورهان ومش عاوز يعمل تحليل ونورهان بتعمل كل حاجه، فنفس الكلام هنقول ايه، يعني عشان الصوره تبقى كامله لازم نعمل تحليلات هرمونات ايام الدوره، ثاني او ثالث يوم الدوره نعمل افساتش والاتش وبرولاكتين ومعهم كمان الغده الدرقيه. لازم نعمل تحليل سائل منوي ده في الاساس في معمل خصوبه في معمل محترم على الاقل مرتين، على الاقل مرتين، لان احنا زي ما قلنا في تذبذب فلازم على الاقل ناخد قرايتين للسائل المنوي. رقم 3 لازم نطمن على الانابيب بنعمل اشعه بالصبغه. رقم 4 سونار مهبلي عشان نقول ان الدنيا كويسه ومفيش مشاكل. ماشي معانا سماح. ايوه
اتفضلي يا مدام سماح. ايوه يا دكتور، لو تسمح تحليل جوزي الحركه 14% والتشوهات 75% والاس دي اي ده 4.7. مدام سماح معلش، بتقولي الحركه كام في الميه؟ 14. واللي ده ال 14 ده الحركه الاجماليه؟ الحركه السريعه. السريعه 14%. اه، والتشوهات 75. والعدد كام؟ العدد مش عارفه، 15 مليون او حاجه. لا يعني 15 مليون او اقل؟ لا لا اكتر. اكتر من 15 مليون؟ اه اكتر اكتر. طيب التحليل ده اتعمل مره واحده؟ لا انا عملت تحليل كذا مره، حتى العدد في ازدياد، يعني حتى الدكتور الذكوره قال ده العدد في ازدياد. وبقى لكم كام سنه يا سماح متجوزين؟ ايه بقى لي كده 3 سنين. 3 سنين. وعملتي انت فحوصات انت ليكي؟ حضرتك انا عملت منظار، عملت منظار بطنه، فالدكتور قال لي ان البطانه المهاجره بسيطه. يعني حاجه بسيطه، وراح هو ايه فضل الدم اللي فيها بس ما كوهاش. هل الدم بيرجع تاني في البطانه المهاجره ولا لا؟ وهل تحليل الجزء ده ينفع للحمل الطبيعي ولا لا؟ طيب الانابيب قال لك كويسه؟ الانابيب كويسه والمبايض كويسه والاي ام اتش 1 و72%. طيب هرد عليك يا مدام سماح. ماشي. موضوع بطانه الرحم المهاجره ترجع ولا لا، ده المفروض كل المفروض اي دكتور هيعمل لحاله منظار عشان يكولها الخلايا، خلايا دمويه او اندوميتريوزس او اكياس الاندوميتريوزس، لازم يكون معرفها ان بنسبه 50% وارد الرجوع، فما اكثر يعني من 50 لـ60% من الحالات بيرجع المرض تاني، وده مش خطا في الطبيب اللي عمل لك العمليه، هو طبيعه المرض ده كده. على طول بنقول ان هو من اسخف الامراض، مش لخطورته مش لصعوبته مش لاي حاجه، سخافته ان هو ملوش رؤيه علاجيه، يعني الدكتور ما يقدرش يجزم ان هو المنظار هيوديه ولا العلاج هيوديه. فاذا كان سؤالك الاولاني وارد رجوعه، وارد رجوعه. السؤال الثاني، تحس المنوي بتاع الزوج يحصل عليه حمل طبيعي؟ يحصل عليه حمل طبيعي، بس الرق مش بالارقام، يعني احنا تقييم السائل المنوي او الحاله مش بارقام واوراق وفحوصات، تقييمها بفتره الزواج بقى لهم قد ايه مع بعض وحصل ولا ما حصلش. يعني لو عندي مشاكل وحصل حمل مره او مرتين قبل كده هستنى واقول بيحصل حمل طبيعي، لكن لو ما عنديش مشاكل حتى متشخصه مشاكل كبيره وبيحصلش حمل، لا ساعتها برضو نفس العكس بالظبط. يعني احنا الرق في التحاليل والرق في الفحوصات على بقالنا قد ايه متجوزين وبيحصل حمل ولا ما بيحصلش. ما ننساش يا جماعه ان في 10% من الحالات، و10% دي رقم مش قليل، تاخر حمل غير مسبب وغير مفسر، دول رقم مش قليل، يعني من كل 100 حاله بتجيلك في 10 مفيش اسباب واضحه لا عند الزوج ولا عند الزوجه وما بيحصلش حمل. طب دول حلهم ايه؟ نفس القواعد اللي بنقول عليها. القواعد اللي بقولها دي مش قواعد دكتور محمد حسين، دي قواعد بروتوكولات دوليه. اول سنه ما تعملش حاجه، السنه الثانيه تدي تنشيط من 3 لـ6 شهور، السنه الثالثه ممكن تنتظر تاني، عديت الثلاث سنين حقن مجهري. ماشي، فديت كده دي خطوات لو اتبعناها بالشكل دوت، لا في حاله هتتسرع في اجراء حقن مجهري ويحصل لها مشكله، او تتسرع في اجراء تنشيط او منظار ويحصل لها مشكله، ولا في حاجه هتفضل ماشيه في دوامه العلاج بالـ7 والـ8 والـ10 سنين وفي الاخر برضه هترجع لحقن مجهري. فهي دي قواعد، دي خطوات المفروض اي زوجين، اي حاله، اي طبيب، وده يعني المفترض في الدول يعني اللي عندها أنظمة رقابية طبية محترمة، الدكتور ما يمشيش بهواه، الدكتور ليه قواعد تمشي عليه. يعني مفترض دكتور سين أو صاد أو عين، اللي هنا واللي هنا واللي هنا، لو جات له نفس الحالة هيمشي بنفس الخطوات. ممكن واحد بقى يدي علاج مختلف عن التاني، مهارات واحد أزيد من التاني، بس الخطوات نفسها واحدة. يعني ما ينفعش واحدة ما عندهاش مشكلة وتروح لدكتور بعد 3 أو 4 شهور متجوز وديها تنشيط. هنا ممكن، في مصر ممكن، في اي حته تانية الدكتور يجرم على طول يتحاسب، انت اديتها تنشيط ليه؟ دي لسه متجوزه بقى لها 4 شهور، ده ما عندهاش مشكله. لكن هنا كل شيء وارد، الدكتور بمزاجه يعمل اللي هو عاوزه. وكذلك ما ينفعش واحده بقى لها 3 سنين متجوزه او 4 أو 5 سنين والدكتور بيكلمها في طيب هندي تنشيط ونجرب، طب هنعمل تراكيه صناعي ونجرب، لا ما ينفعش كده، خلاص طالما عدينا 3 سنين انت عديت عدد الفرص وعدد مرات الانتظار الطبيعي، فالمفروض ما تمشيهاش في طريق انت عارف ان فرصة انه وصلها للحمل ضعيفة جدا جدا جدا، المفروض تلجأ لطريق يكون فرصه اعلى ويديها نسب حقيقية للحمل. معانا اتصال تاني. الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
حضرتك مع حفظ الله يسلم. مين يا فندم؟ مع عبد الله. استاذ عبد الله اتفضل. الله يخليك. حضرتك عندي مدام عامل تصريح. اي فندم. الشهر اللي فات. تصريح عملت التصريح الشهر اللي فات. اي فندم. قبل ما يعمل التصريح الدكتور كشف عليها وقال لها دي مريضه 21 والمريضة الثانية 17. وعملنا تصريح وللاسف ما نجحش. مش رضا خشف تاني فقال لا ده في جول بويد واحده موجوده ولحد دلوقتي 15. انتوا متجوزين بقى متجوزين بقى قد ايه يا استاذ عبد الله؟ بقالنا سنتين. بقى لكم سنتين؟ اه. طيب والتحليل بتاعك كويس؟ الحمد لله تحليل اخر تحليل عملته المركز الخصوبه يعني عدد 278 العدد الاجمالي وبالنسبه للمنفي 38. طيب الحركه كام؟ الحركه 25%. السريعة الحركه الاجمالي 65%. طيب والسريعة 25. والسريعة 25. زوجتك عملت اشعه بالصبغه؟ عملت اشعه بالصبغه ما فيهاش اي حاجه سليمه. طيب. الحمد. هرد عليك يا استاذ عبد الله، شكرا لصالح. طبعا لازم تبقوا فاهمين، اولا الاستاذ عبد الله ماشي في طريق سليم والدكتور ماشي معاه بخطوات سليمه ومحترمه. يعني لما يكون سنتين مسموح لنا نعمل تلقيح صناعي ما نلجاش للحقن المجهري. نعمل تلقيح صناعي بس لازم تفهمين يا استاذ عبد الله ان التلقيح الصناعي فرصه الحمل عليه لا تزيد في احسن الظروف عن من 15 ل 20%. يعني المفروض على الاقل يتجرب من مرتين لثلاث مرات عشان نقول انه ما جابش نتيجه، يعني عشان تعمل تلقيح صناعي وتقول التلقيح الصناعي ما جابش نتيجه لازم يتجرب مره واثنين وثلاثه عشان نقدر تقول على الاقل خدت فرصه ال 20% دي خدتها مرتين وثلاثه ونقدر نقول حصل عليها حمل او ما حصلش. فكمل في طريقك هتاخد تعمل كام مره او اثنين وربنا يكرمكم ان شاء الله في اللي جاي. معانا اخر اتصال النهارده مدام حنان. ايوه يا دكتور انا اللي كلمتك ليه شويه. كيف انا؟ قلت لك ان الدوره بتيجي جلالي فانا عايزه اطمن ليها دخل مقطع الدوره. الدوره يا فندم؟ بتيجي جلالي انا قلت لك ان هي بتيجي جلالي. قليله. ليها دخل ان هي الدوره ممكن تقطعني بدري انا سني 26 سنه. انت ليه افترضت الفرد ده؟ نعم؟ ليه افترضت الفرد ده؟ مش عارفه والله. طيب انت هرمونات التبويض عندك اخبارها ايه؟ انا ما عملتش فانا بقول يعني عايزه اطمن اعمل مخزون المبيض ولا لا مش عارفه. انت متجوزه بقالك قد ايه اصلا؟ اربع سنين. ما حصلش فيهم حمل؟ وانا قلت لك ان جوزي يعني عنده الحركه ضعيفه وكده بس هو مش قاعد معايا الفتره كلها. طيب هرد عليك. هرد عليك واطمنك، شكرا لسؤالك. موضوع مخزون المبيض الموضوع ده تقييمه في منتهى السهوله لو الدكتور بيقدر عنده مهارات السونار كويسه وبيعمل لك سونار في ايام الدوره تاني او تالت يوم الدوره والدوره عليكي بيقدر يقول لك. يعني الحاله بتجيلنا بنقول لها والله انت مخزونك يقضيكي 15 سنه قدام نكتب لك عليه ضمان ماشي. فموضوع تقييم مخزون المبيض مش بالارقام، الارقام وظيفتها تؤكد اللي الدكتور شايفه. يعني لو الدكتور شايف مخزون ضعيف يعمل تحليلات يؤكد اللي هو شايفه ده، بس لو شايف المخزون بعينيه كويس خلاص انا عينيا اصدق، عينيا عدد البويضات اللي انا شايفها بعينيا وقادر اعدها بعينيا وقادر اقيمها بعينيا ده الاصدق. فلو احنا قادرين نقيم وضع وده المفترض ده مش يعني المفروض اي دكتور يقدر يقيم وضع المبيض بالسونار ايام الدوره يقول والله مخزوننا كويس ولا مخزون ضعيف. لكن مش معنى ان دورتك قليله ان مخزونك قليل، لا طبعا الربط ده ربط خاطئ. لكن عاوزه تطمني وكده كده احنا قلنا اربع سنين دول كتير، محتاجه حقن مجهري، محتاجه تلجئي لوسيله تساعدك، لكن برضه عاوزه تطمني ايام الدوره نعمل سونار هنطمن على وضع المبيض ومخزونه. طيب وقتنا النهارده خلص. النهارده اتكلمنا عن موضوع بدايه مشاكل المبيض، اتكلمنا عن اول مشكله النهارده مشكله التكيس. هنتكلم الحلقه الجايه عن مشكله ثانيه، مشكله بطنط رحم المهاجره ومشكله الاندوميتريوزيس. ان شاء الله باذن الله نحاول نفيدكم في الحلقات الجايه زي ما يا رب تكونوا استفدتوا النهارده. يا رب كل اللي بيتابعونا يكونوا مستفيدين ويكونوا بنقدر نقدم لهم رساله طبيه واضحه مبسطه بشكل جميل. واللي عنده اي استفسار، اللي عنده اي حاجه معلومه عاوز يعرف معلومه طبيه وحتى مش قادر يتواصل معانا على مدار الحلقه ممكن يبعتها لنا على الرسائل اس ام اس او حتى يسيب رسالته او اتصاله في العياده عندي وانا في الحلقه الجايه هجاوب له عليه باذن الله. شكرا لمتابعتكم لينا ونشوفكم الحلقه الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.